بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم آه... بنكمل باذن الله تعالى مع بعض بعد انقطاع مده يعني كنا بنتكلم فيها عن حاجات ثانيه آه عن آه التسميد آه او سلسله تسميد الطماطم آه فبنتكلم النهارده في كنا توقفنا عند الاسبوع السابع آه النهارده بنتكلم في الاسبوع الثامن والتاسع والعاشر تمام طبعا احنا تقريبا كنا بدأنا من اول يوم لحد الاسبوع العاشر كده لو عندك عشرة في سبعة في سبعين يعني تقريبا بيكون يعني تقريبا داخلين على مرحلة جمع يعني تمام وخصوصا في الطماطم الصيفية المهم سواء في البيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية طبعا أنت لو داخل البيوت المحمية يبقى رسمي هتبقى دخلت في الحصاد تمام المهم يعني أيا كان فبنتكلم برضو زي ما قلنا بنقسم الأسمدة بتاعتنا لأسمدة مركبة وأسمدة بسيطة تمام معلش بس يا جماعة يعني قبل ما أبدأ عايز أنبه بس حضراتكم لحاجة يا جماعة أنا مش هخطف حد لو اتصل عليا على الواتس لما حضرتك أو حضرتك تتصلوا على اللي تكتبوا تعليق على الفيديو التعليق ده هو التعليق ده هو يعني على أفتح والنت تقيل أساسا وعلى اليوتيوب على التليفون فبيبقى في مشكلة بتسبب لي مشكلة في بصراحة في الكتابة من الكتابة بسرعة تمام اما على الواتس اقدر اشرح لحضرتك ازاي يعني بالكلام تمام فتره طويله واقدر افهمك كويس يعني ما عندكش واتس يبقى الايمو ما عندك على الايمو عندي تقريبا على نفس الرقم ما عندكش ايمو يبقى على الفيسبوك على اي حاجه المهم يعني يعني بزهق من قصه اليوتيوب بالذات يعني تمام ما بقدرش بصراحه وفي الناحيه الثانيه برضه ما بقدرش اتاخر عن حد يعني فبالله عليكم يعني ورعونا وما تتعبوناش في القصه دي تمام ما تقوليش التعليق هيجيب فلوس انا مش منتظر فلوس من اليوتيوب وقلتها لك 100 مرة ولا عمري طلبت منك تعليق ولا عمري طلبت منك اصلا انك انت لا تعمل لايك ولا شير الكلام ده كله ما يخصنيش الحمد لله مستور انا ما يخصني الا المصلحة العامة بس ربنا يوفقكم وادعوا لنا مش اكتر من كده. الاسمدة المركبة والاسمدة البسيطة قلنا بنحط في الاسمدة المركبة آآ لو هنقسم مثلا من اول اسبوع سبت حد اتنين ثلاثة اربع خميس جمعة سبع ايام عندك اول يوم 1 كيلو جرام 20 20 زائد 1 كيلو جرام عالي بوتاسيوم زائد نص كيلو آه مغنيسيوم تمام؟ مغنيسيوم طبعا صلفات مغنيسيوم طبعا وفي نترات مغنيسيوم ايا كان يعني تمام؟ طيب 1 كيلو جرام عالي بوتاسيوم اشمعنى قلت عالي بوتاسيوم عشان الاخوه برضه ما تسكرش دماغك او ما تصدرش دماغك عند حاجه معينه عندك 12 12 36 اتفضل حط عندك 10 10 40 حط اي مركب بوتاسيوم عالي بوتاسيوم حط منه عشان بس ما تتعبناش وتتعب نفسك تمام خد الامور تيكت ايزي خد الامور ببساطه تمام اوكي طيب ندخل على اليوم الثاني نفس النسخه من اليوم الاولاني بس ما حطناش مغنيسيوم طيب بعد كده نحط نترات كالسيوم اليوم التالت 2 كيلو جرام معدل 2 جرام لكل نبات تمام؟ الكميات دي على فكره قليله في الوقت دهوت ولكن انا بحط كل يوم فبالتالي آه يعني مقللينها شويه. 1 كيلو جرام 20 20 20 زائد 1 كيلو جرام عالي بوتاسيوم زائد نص كيلو مغنيسيوم ده في اليوم الرابع اللي هو يوم الثلاث. طب يوم الاربع بقى هنحط نص كيلو جرام عناصر صغرى تريد كورب ما انا قلت لك انت مبسوط ومعاك فلوس فحط تريد كورب ولو ما عندكش حط اللي انا حاطه في الاسمده البسيطه اللي هي 1 كيلو آه جرام سلفات حديد نص كيلو جرام سلفات منجنيز واحد كيلو سلو... نص كيلو على فكرة نص كيلو سلفات زنك تمام طيب بعد كده يا جماعه بنتكلم عن برضه نفس القصه و والعادي البوتاسيوم طيب السؤال هنا يا جماعه احنا بنحط كل يوم واحد كيلو عشرين عشرين ليه؟ انا بامن احتياجاتك انت عندك اسمده مركبه فانت مامن ثلاث عناصر مهمين جدا الفوسفور والنيتروجين والبوتاسيوم تمام؟ طيب حاطط فيهم طب في المرحله دي انا مش محتاج انا في تزهير وفي مرحله تطور الثمار فانا مش محتاج لا أنا محتاج النيتروجين بزيادة ولا أنا محتاج الفوسفور بزيادة، اللي أنا محتاجه بزيادة هو إيه؟ هو البوتاسيوم، والبوتاسيوم يخدم معاه إيه؟ الكالسيوم، البوتاسيوم عشان حجم الثمرة، والكالسيوم علشان إيه؟ علشان الصلابة ويديني الكواليتي فروت عندي يبقى كويس، جودة الثمار عندي تكون كويس، تمام؟ بعد كده عندي الهيومك، طيب أنا عندي ثلاث حاجات ثابتين هما في الأسمدة البسيطة وفي الأسمدة المركبة إيه هم يزول أول حاجة سيادتك أول حاجة معاليك نترات الكالسيوم لازم تتحط بعد كده العناصر الصغرى وبعد كده الهيومك الثلاثة دول ثابتين ولو أنت بتحط برنامج تسميد بتاخد بالك من القصة دهية تمام هندخل على الأسمدة البسيطة وبنقول فيها ثلاث حاجات رئيسية هنقف عند كل واحدة علشان برضو كل واحد فيه الإخوة المهندسين يبقى عارف احنا عملنا الكلام ده ليه تمام انت عندك واحد كيلو نترات نشادر، طب احنا أدى نيتروجين تمام بعد كده واحد كيلو سلفات بوتاسيوم تمام طيب واحد كيلو سلفات بوتاسيوم قمت حاطط معاه كيلو جرام كمان حمض نتريك تمام ممكن البوتاسيوم تزوده كيلو ونص على فكرة يعني ممكن البوتاسيوم نزوده لكيلو ونص تمام وبنحط واحد كيلو حمض نتريك طب ليه البوتاسيوم مع حمض النتريك المفروض حضرتك ان الحمض النتريك ده عبارة عن نترات فيها نتروجين وشقة حامضة فلما بنحط نترات حمض النتريك على السلفات البوتاسيوم بحول جزء كبير منها لنترات بوتاسيوم تمام فنترات البوتاسيوم ايهما افضل وميسر للنبات تمام صوره الصلفه ولا صوره النترات؟ طبعا صوره النترات بدون تردد وبدون كلام فبنحط شويه ميه ماشي قبل انت هتسمد الصبح السلفات البوتاسيوم بتحط شوية مية وبعد كده بتحط الـ الـ الحامض بتاعك وبتحط شوية نطرات البوتاسيوم وبتقلبهم وتسيبهم الصبح الصبح بتحط عليهم شوية نطرات النشادر وبتسحب على طول على السمادة بتاعتك تمام يبقى انت كده حولت جزء كبير من سلفات البوتاسيوم وكمان هيدوبها لك سلفات البوتاسيوم هيدوبها لك طبعا انا بتكلم هنا واحد يقول لي واحد كيلو جرام من سلفات البوتاسيوم طب ما انا بتكلم خد بالك في 1000 نبات يعني انت لو عندك او واحد كيلو جرام ونص هنقوله ونص نص يا جماعه انا يبقى كيلو ونص جرام سلفات بوتاسيوم او ممكن تحط الكيلو مش عدل خليها كده تمام بعد كده نترات الكالسيوم بعد كده بنطبق اللي احنا حطيناه يوم السبت حطينا يوم الاثنين اهوت واحد كيلو جرام نترات نشادر واحد كيلو جرام سلفات بوتاسيوم واحد كيلو جرام حمض فسفوريك انا حطيت حمض الفسفوريك في الاسمده البسيطه مره واحده يا حضرات ليه؟ انا قلت حمض الفسفوريك قبل كده احنا ما في حاجات ما بتحتاجوش النبات في المراحل الأخيرة في حياته أو المراحل المتقدمة في حياته اللي هي بعد الخمسين يوم أو الأربعين يوم كمان ما بيحتاجش الفسفور كتير فيعني في كافي خالص الكمية البسيطة ومرة واحدة في الأسبوع تمام بعد كده بنحطه برضو نترات نشادر واحد كيلو جرام سلفات بوتاسيوم واحد حمض نتريك نفس القصة ما عملناش حاجة بعد كده بنحط نترات نشادر في اليوم اللي بعد كده زائد واحد كيلو نترات نشادر واحد كيلو نترات سلفات بوتاسيوم واحد كيلو جرام ماغنسيوم وانا حاطط هنا واحد كيلو جرام مغنيسيوم حاطه مره واحده ولكن واحد كيلو جرام يعني للفدانه تحط خمسه كيلو وتريح دماغك كل اسبوع تمام مع ان المغنيسيوم ممكن تقلل عن كده يعني يعني شوف يا جماعه يعني القصه مش قران انت عينك مورياك الدنيا رايحه على فين لو عندك الاصفرار والدنيا مش مظبوطه يبقى المغنيسيوم مع الحديد هيعملوا لك شغل كويس جدا تمام وبرده بنقول الدقه وعينك في وسط راسك بص كويس جدا مش أي واحد يد... يعني مجرد ما تشوف اصفرار هو مغلين. لا ده في يا... ليه حالات كتير للاصفرار هل الاصفرار ده عم النبات هل الاصفرار ده تحت هل الاصفرار ده فوق هل الاصفرار ده آه... نتيجة عرض مرضي يعني خليك مهندس كده مدرك يعني ما يعني الافق بتاعك يكون واسع او او مزارع يكون الافق بتاعك واسع ما تضيقش دماغك على اه اصفرار يبقى احنا هنحط يوريا يا عم يوريا الله يهديك الاصفرار ده قلنا نتيجه حاجات كتير يعني ف يعني اتروى شويه وخليك يعني حكيم كده كويس تمام بعد كده بنحط العناصر الصغرى بتاعتنا اللي هم الحديدوز والسلفات الحديدوز والسلفات المنجنيز وسلفات الزنك وبعد كده بنحط النص كيلو جرام الهيومك تمام اعتقد ان احنا كده يعني ممكن تكمل من غير اي حاجة خالص يعني ممكن تكمل على البرنامج دوت لحد اخر المحصول ما تغيرش اي حاجة خالص ممكن بقى يعني ابتدت بقى يعني تحس ان الطماطم جابت أخرها وخصوصا الطماطم الارضية تبدأ تهدى شوية وقبل الجمع ب 15 او عشرين يوم بنوقف التسميد خالص لان ما عاد لوش لازمه اما طول ما انت بتسمد اعتقد البرنامج ده هو يكون كويس جدا للاخوه اللي بيزرعوا في البيوت المحميه والاخوه اللي بيزرعوا في ال الاوبن او الحقول المكشوفه أه بتمنى إن احنا نكون استفدنا من الفيديو ده هو ويريد بس ما بلاش فلسفة الخلط يا جماعة بلاش فلسفة الخلط لا في المبيدات ولا في الاسمده يعني احنا انا مديها لك جاهزه مخلوطه ولكن يعني ما تدخلش نفسك في متاهات لان انا بشوف حاجات يعني غريبه اللي يقول لك حطيت انا كالسيوم ده انا بحطه مع كل حاجه ما بيعملش ما هو ما بيعملش حاجه صحيح انا مع سيادتك انه مش هيعمل حاجه للزرع ولا هيضر الزرع ولكن خلطه مع حاجه ما تقبلش الخلط كان فلوسك ضاعت فلوسك يا صابر واترمت في ال يعني كده وخلاص فاهمني؟ فال... وكمان في المبيدات أنا ما برجحش الخلط في المبيدات عشان الناس اللي بتسأل كتير اساتذتنا اللي هم يعني اساتذه في الكيمياء وطلعوا بره وخدوا بعثات بره وعارفين سلوك كل عنصر السلوك الكيميائي بتاعه والظروف بتاعته ومع ذلك يعني قلما وجدت واحد بأيد نظريه الخلط انا ما شفتش حد دلوقتي درست في ثلاث جامعات الحمد لله ما شفتش اي استاذ يعني بعيد نظريه الخلط لا في المبيدات أنا أه تغذية وأراضي ولكني آه طبعًا في, في كل كنت بدرس مبيدات كنت بدرس أمراض نبات والكلام ده كله ما بيأيدوش بصراحة الخلط لأن الخلط بيجي على حساب الكفاءة الإفشنسي بتاع المبيد نفسه أو الـ الـ العنصر اللي أنت ضيف. آه شكرًا لحضراتكم وأتمنى دعواتكم وبس مش أكتر من كده لا شير ولا لايك ولا أي حاجة خالص شكرًا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.